المشروع الموضوعات الثالث عالم التكنولوجيا والاتصال. المستوى الثاني 5 سنوات. الحكاية الأولى سامي والحاسوب. أهدى الأب لسامي حاسوبا بمناسبة عيد ميلاده، ففرح كثيرا لكنه لم يحسن استعماله، حيث حمل مجموعة من الألعاب الإلكترونية وكان يقضي معظم وقته أمام الحاسوب ولا ينام حتى وقت متأخر، وأصبح لا يغادر غرفته إلا نادرا. وفي أحد الأيام تعطل الحاسوب، فغضب سامي غضبا شديدا وجلس ينظر إليه ويضغط على كل الأزرار، وفجأة لمعت الشاشة وظهر فم يتحرك، إنه الحاسوب. تكلم وقال: لن أدعك تضيع وقتك بعد الآن، فأنا لم أصنع لأضيع وقتك وأتعب جسدك، بل لكي تستفيد من خدماتي. قال سامي مندهشا: وما هي الخدمات التي تقدمها لي غير الألعاب الإلكترونية؟ قال الحاسوب: أنا أحمل مجموعة من المعلومات عن الحيوانات والنباتات والإنسان والفضاء والاختراعات، وما عليك سوى البحث عما تريد وسأطلعك عليه. قال سامي: حسنا، ولكن من فضلك لا تتعطل. قال الحاسوب: سأشتغل الآن، ولكن بشرط أن يكون أول بحث لك عن أضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال. قال سامي: أعدك سأعمل بنصيحتك. ومنذ ذلك الوقت تقدم سامي في دراسته وأصبح متفوقا لأنه أحسن استعمال الحاسوب.